السلام عليكم. اللقاء على خير، نقول شويه اللقاء على خير. هذا احنا غادي نقول اللقاء على خير. واش يعني واش الشيء اللي ما مشاش مع الفريق السيف باش يحققوا يعني اخر فوز في اخر جوله من مرحله الذهاب؟ السلام عليكم. الماتش فات، الماتش عندنا ان كومبيتيسيون جديده باش نبريبارو الماتش كوناتري. ما اوبليو لي ماتش يعني تما باش نكملو لا بازا، احنا عندنا كومبيتيسيون كونتي لا بازا. انا راحي باش نبريبارو لا دوا بريباري اوسكو يعني ان بون. ان شاء الله اللقاء هذا ان شاء الله يفوز في اول لقاء مهم سيرتو في دوري المجموعات. ان شاء الله احنا ماذا بينا باش بوكوا با باش نجيبو لي 3 بوان باش او موا تفتح لنا بيبان باش ان شاء الله. وشكون الفريق الشحيح يعني في المجموعه هذه؟ شكون هو الفريق الصعيب يعني راح تواجهوا الفريق الصعيب؟ ما نجمش نقول لك هذا الجروب من جوا لي كات كلاب عندهم بوسيبيليتي باش يفوتوا ان شاء الله احنا نكونوا بارمي لي كلاب. ان شاء الله. اعطينا بس كلمه اخيره على سمحت على الضحايا الاخرين تاع الصيف، كلمه تعزيه عند عائله الضحايا. حاجه ترحموا على الضحايا تاع عين والمال، ونقول لهم الله يرحمهم ويسعدهم ويسعدهم في عائلتهم.